علق سكان غزة على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بأنهم يعانون منذ 8 أشهر في انتظار هذا القرار لوقف هذه الحرب، وذلك لعدم استقرارهم وتنقلهم من مكان لآخر. شهور وإحنا بنستنى في قرار زي هيك إنه يتنفذ. إحنا 8 شهور وإحنا بنعاني من هالحرب هذه. يعني من التنقل من مكان لمكان، يعني كنا في خانونس، بعدين رحنا على رفح، بعدين في مدرسة زي هذه مكسرة وقعدنا نظبط فيها ونغسلها ونظبطها عشان نلاقي مكان نتقاوى فيه. ولما نسمع يوم قرار إنهاء الحرب، هذا مصلحة للجميع، للكل، إن تنتهي هذه الحرب. هذه حكومة متطرفة ويمينية ولا تريد وقف إطلاق نار، وتريد إبادة الشعب الفلسطيني، وتريد تهجيره لتصبح دولة واحدة، دولة إسرائيل. ولكن هيهات للشعب الفلسطيني أن يسمح لها.